خطاب من مولانا أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. وعلى ما يحتوي هذا الخطاب يا مولاي؟ يقول فيه أمير المؤمنين أن هناك شكوى وصلته بخصوص سجينة قام بسجنها أبو عبد الله دون تقديمها للمحاكمة، ويطلب منا إرسالها إليه للتحقيق بالشكوى بنفسه مع اعتبار الأمر في غاية السرية. أمتأكد أنت يا مولاي أن هذا الخطاب سليم ومرسل من أمير المؤمنين؟ نعم، وعليه الختم الأزرق. كريستين، ردي كريستين، شنو حاسة؟ ضربين مني، سوي شكلها كلش تعبان. كريستين أرجوك، البنية تحتاج مستشفى، كلش تعبانة، يمكن رح تجيب. تعالي وين؟ وين ما أخذتني؟ انتظري. تعالي ورايا امشي. ستصحبك سيارة للحماية حتى مكان الخليفة. لا داعي لذلك، لا بد من الحراسة تأمينا لك وللسجينة. على بركة الله. جهزت كل شيء على مودك يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. يلا